بسم الله الرحمن الرحيم، من مدرسة زهرة الأشرفية معكم المسحانين. اليوم يا خامس إن شاء الله راح نكمل درس اللي هو تنبؤ النمط. درسنا تنبؤ النمط طبعا إحنا بلشنا فيه وما كملنا، أخذنا المثال الأول وحلينا السؤال الأول وفهمناهم، وصلنا لعند المثال الثاني صفحة 78. طيب طلع عندي هون، خلينا نشوف. طبعا احنا فهمنا انه هو بيعطيني هدول اول اربع او اول ثلاث صفوف، هو بيكون معطيني اياهم على شكل انماط. احنا بدنا نشوف نكتشف شو النمط شو عم بيساوي عشان نقدر نكمل ونعرف كيف نكمل. هلا هون نلاحظ انه 1 على 9، 2 على 9، 3 على 9، اذا المقام 9 بضل زي ما هو. مين اللي عم يتغير عندي؟ البسط، 1 مرة والتاني مرة 2، تالت مرة 3. طب حلو، خلينا نشوف كيف الجواب طالع معه. هاي 1 اللي في البسط اجت انحطت هون وتكررت 7 مرات، عدوهم 1 2 3 4 5 6 7، 7 مرات، وكفاصلة عشرية حاطت وصفر. طيب نشوف التانية، برضو الاثنين اللي في البسط تكررت عنده كم مرة؟ 7 مرات، عدوهم تطلع معكم 7، وبرضو حاطت فاصلة عشرية وصفر. نيجي هون 3، الثلاثة اللي في البسط برضو تكررت كم مرة؟ 7 مرات. إذا خلق مفترض إنه إحنا نكون اكتشفنا النمط اللي هو بنمسك الرقم اللي في البسط ومنكرره 7 مرات، اللي هو بنمسك الرقم اللي في البسط ومنكرره 7 مرات وبنحط فاصلة صفر. يعني هلأ نيجي على 4 على 9، طبعا انسالي كلمة استخدم الآلة الحاسبة، هاي ما عندنا احنا في الامتحان، مستحيل اطلب منك تجيب آلة حاسبة. هلا احنا بنقدر نكمل على حسب النمط. 4 على 9 شو بتتوقعوا تكون؟ 4 بدنا نكررها 7 مرات وبدنا نحط فاصلة وصفر. نيجي هون نشوف الحل، عندنا هيو كررها 4 7 مرات وحط فاصلة صفر. طيب نرجع هون ب 5 على 9، برضو 5 بمسكها بكررها 7 مرات وبحط فاصلة صفر. نيجي هون نشوف الجواب، هيو زي ما احنا حكينا. جيم 6 على 9، اكيد لازم تكون 6 اللي في الباص تكررها 7 مرات وحط فاصلة صفر. نيجي على الجواب، فعلا زي ما احنا حكينا. طيب احكي لي هون، حول كل مما يأتي الى كسر عشري دون استخدام الآلة الحاسبة، اكيد باستخدام النمط. يعني ما تجي تحكي لي يا مس ليش اكسرت السؤال، هذا صفت السؤال ما علينا منه، احنا علينا انه احنا عم نكمل على النمط. 7 على 9 شو بتتوقع يا خامس تكون؟ 7 بكتبها 7 مرات وبحط فاصلة صفر. با 8 بكتبها 7 مرات وبحط فاصلة وصفر. طبعا بالنسبة لجيم، جيم رح يخترع لي نمط جديد. جيم يعني 10 وفوق، يعني 10 11 12 13، رح يكون نمط تاني غير النمط هذا، عشان هيك احنا ما بدنا نحل جيم. تمام؟ خلينا نشوف ألف وباء كيف حلهم. هاي جوابهم زي ما إحنا حكينا.